ايش اللي هنعمل تقول انه راح تموت؟ ما راح تموت. انا ما بدي اياها تموت. انت كمان راح تموتي؟ ما حدا راح يموت حبيبي. هاي الحرب راح تخلص وكلياتنا راح نرتاح. نلتقي فيهم ورافقوا بالجامعة. رح يأمننا تاكسي على بيروت. كان بدي استنى جوزي يرجع منشان خبرك، بس اليوم بالليل مسافرين. هبي شو اشتكي يا مدام حليمة؟ مات، قتلوه هون بالقراج. ما فينا نعمل شي هلا، لازم نستنى لتحتم. حليمة ما رح تقدر تستنى. ما لازم تقولي لها شي، مو لازم تحس بشي، سمعاني؟ شو صاير برا اليوم يا بنتي؟ العالم اللي برا ما عاد يسوى فرانك. ماما! انتبه عمو يا رعليا! هذا البيت بيتي وما حدا بيطلعني منه، ما حدا، فهمتي؟ يلا روحوا. انتي مرة قوية. كلنا هوايه.